طيب ايه هي الوقت العيان اللي بيحصل عنده انفصال شبكي؟ هنعرف هيجي يشتكي لنا يقول لنا بيشوف ايه او عنده ايه. اول حاجه هيقول انا بشوف فلاشات من اللايت، بشوف كده حاجه بنسميها الفوتوبسيا، اللي هو كأن في فلاشات بتضرب كده في عينه. طبعا الفلاشات دي بتكون موجوده سواء هو مغمض عينه او مفتح عينه، يعني مش فارق، لان هو الفلاشات دي مش معتمده على الضوء اللي جاي من بره، لا هي معتمده على ان الفيتراس وهو عمال يتحرك. يعني الفيترس دلوقتي افرض ان المكان ده لسه ماسك في الريتنا كده، نغير اللون، نفرض ان الفيترس ماسك هنا في الريتنا كده، الفيترس جيلي لاك سبستنس، فكل شويه عمال يتحرك ويرجع يعني كانه جيلي بالظبط. فاثناء حركته ورجوعه دي بيعمل استيميوليشن او بيعمل يعني بيشد الريسبتورز فيعمل لها سام سورت اوف استيميوليشن، وبالتالي الريسبتورز دي تدي زي اشاره كهربائيه، الإشارة الكهربائية تروح على البرين، البرين ما يعرفش يفسرها هي إيه، فيدي إن هي عبارة عن ضوء وخلاص، يعني يدي لمعة كده، البرين فهمها على إنها لمعة، لأن مفيش صورة جاية، مجرد إشارة، يعني في إمبلس طلعت من الريسبتور من غير ما الضوء يكون جاي، من غير ما الصورة تكون جاية، فالبرين يفسرها على إنها مجرد لمعة أو فلاشة، فبتتكون الفلاشز دي نتيجة حركة ديو تو إيه مكتوب هنا؟ ديو تو تراكشن أوف أت سايتس أوف فيتروريتينيال أدهيجن، عند أماكن الالتصاق ما بين الفيترس والشبكية، نتيجة حركة الفيترس بقى بتحصل الاستيميوليشن ده المختلف للرودز او للريسبتورز، وبالتالي يبعت امبلس للبرين يترجمها على انها فلاش لان مفيش صوره موجوده اساسا. طيب لو عيان جه قال لك بقى انا ايه، الحمد لله ما عدتش بشوف فلاشات وكله تمام، طبعا دي مش حاجه كويسه، ديت حاجه وحشه، لان ده معناه ان حصل عندي خلاص ان الفيترس او السيبريشن بقى كومبليت سيبريشن، ما بقاش في اجزاء ماسكه، لا ده الفيترس بعد خالص، وبالتالي الريتنا كلها اتفصلت عن بعضها، ما بقاش في اي ستيمولس. يعني انا الاول كنت اقول في فلاش بيطلع ليه، طالما في فلاش طلع معناها ان الريسبتور او الباس واي كله شغال. دلوقتي لما الفلاش ما بقاش يوصل للبرين معناها ان القطع حصل، يعني في اللاير اتفصلت عن بعضها تماما، وبالتالي الامبلس ما عادتش ماشيه، وبالتالي حصل كومبليت تيرينج، او حصل ان كل الشبكات اتفصلت عن بعضها. الحاجه التانية اللي هشوف العيان دي هي الذبابة الطائرة أو الفلوترز أو الماسكا فوليتانس، كلها نفس المعاني. اللي بيحصل هنا بيقولك moving vitreous opacities cast shadows on the retina، بتبقى المنظر ده كده كنا قلناها قبل كده برضو. طبعا الفيترس هنا طبعا نتيجة التراكشن اللي بيحصل له أو نتيجة إنه تحول لمية، في أجزاء منه بدأت تبوظ وتبقى لونها أسود ويحصل فيها كالسيفيكيشن، فهو ده سبب الماسكا اللي بيشوفها العيان ده. بالاضافه للفيجوال فيلد ديفكت طبيعي، يعني الريتنا بدات تنفصل عن بعضها، ما اكيد الفيلد اوف فيجن هيتاثر، لكن الفكره ان هو هيتاثر ازاي على حسب ما الفيترس يبدا يشد. يعني لو الفيترس شد من البريفرال يبدا ايه، البريفرال يتاثر الاول لحد ما يوصل للسنترال والفوفيا، لو بدا التراكشن اول حاجه من الفوفيا اذا العيان ده هيتعمي مباشره. اذا هو هيبدا بفيجوال فيلد ديفكت في حال كان الشد من البريفري او السيبريشن او الديتاتشمنت، وبعد كده يحصل ان اللوس اوف سنترال فيجن لما ديو تو فوفيال انفولفمنت باي سبريتينال فلويد. ان يعني احنا قلنا طبعا في فلويد اتكون، هو الفلويد ده بنسميه سبريتينال بمعنى ان هو اتكون تحت الريتنا فهو اللي ادى الى الانفصال، فعمل حاجه بنسميها الفوفيال ديتاتشمنت. طيب الدكتور لما يجي يفحص العيان ده هيلاحظ عليه ايه؟ اول حاجه الفيجوال اكيوتي بتعتمد على حسب، يعني افرض العيان ده التاتشمنت حصل عنده حصل في البريفري خالص جنب الاورس الراتا، واحد زي ده مش هيتاثر بحاجه، لكن لو هو حصل جنب الفوفيا او في السنترال اريا هتحصل ايه بقى، هيقل الفيجوال اكيوتي جدا. تمام. طيب بالنسبه للانترا اوكولار بريشر هيقل ليه، احنا قلنا الفيترس هنا عمال يتحول لميه والميه دي بتروح في السبريتنا، او يعني السبريتنا ديت كانها جنب الكورويد، والكورويد طبعا عمال يمتص الميه، فكأن الكورد عمال يمص ايه مية الفيترس يسحبها شوية بشوية والجري بتاعه يخلص، فبالتالي الانترا اوكولار بريشر عمال يقل. الريد ريفليكس جري، السبب في الريد ريفليكس طبعا احنا فاكرين الريد ريفليكس كنا شرحناه قبل كده في اللينس عشان كنا نعرف منه نميز انواع الكاتاركت. طيب الريد ريفليكس ليه بقى جري في الحالة دي؟ بفرض ان دوت هو العيان اللي عنده ريتنال ديتاتشمنت، انا جبت هنا السورس اوف لايت ودخلته على عينه، نورمالي المفروض اللايت يخش ويرجع فيبين اللون عندي اللون الاحمر اللي هو النورمال، لكن عيان ده ايه اللي بيحصل عنده؟ ان اللايت بيجي يخش هنا فهي عنده حته حصل فيها ديتاتشمنت، طبعا الحته فيها ديتاتشمنت معناها ان فيها ميه في فلويد هنا، فاللون الاحمر هنا مش هيبقى زي اللون الاحمر العادي، هيبان جري،
وبالتالي الدكتور يجي يستقبل هيلقى حته لونها احمر اللي هي الحته اللي لسه سليمه، وحته جراي، ولو حصل عنده مثلا كومبليت او في كل الريتن حصل سيبريشن هتبان كل الريد ريفلكس هيبان لونه جراي. طيب هيحصل عندي ايه تاني؟ هيحصل عندي انتيريور سيجمنت. في الدكتور برضه هيلاحظ ان في الانتيريور سيجمنت اكزامينشن، انتيريور سيجمنت معناها من قدام اللينس، هيكون في عندي انفلاميشن في الايريس. وفي حاجه مصطلح مهم اسمه التوباكو داست. التوباكو داست كانها انفلاماتوري سيل. اللي بيحصل هنا ان الفيتراس طبعا بدا يحصل له نوع من الديجنريشن، ففي بيجمنت سيلز او انفلاماتوري سيلز بتبدا تتجمع عند العدسه، فبيبان عندي منظر كانه دخان السجاير كده بسبب البيجمنت سيلز دي. فدوت وصف لان العيان بيشوفها كانها دخان سجاير طلع قدامه، فسموها توباكو داست. الفندس اكزامينيشن على حسب بقى الديوريشن بتاعت الريتنال اتاتشمنت، يعني العيان استنى على نفسه قد ايه. وبرضه بتعتمد على حاجه بنسميها presence or absence of proliferative vitro retinopathy. ايه هو ال proliferative vitro retinopathy؟ ده عباره عن من اسمه كده معناها ايه؟ معناها proliferative يعني في membrane اتكون، proliferation of membranes on the inner retinal surface. الانر سيرفيس اللي هو ناحيه الايه، ناحيه الفيتراس، يعني مكتوب الايبي ريتنا كانها فوق الريتنا، يعني نفس المصطلح الانر ريتنا هو الايبي ريتنا. او اون ديتاتشد بوستيريور هايلويد ميمبرين. البوستيريور هايلويد ميمبرين هو البوستيري، يعني الفيتراس دوت في ميمبرين بيلف حواليه بيفصله عن الشبكيه اسمه البوستيريور هايلويد ميمبرين. وبرده موجود في الاوتر ريتنا سيرفيس او السب ريتنا اللي هو تحت الريتنا. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان عندي دلوقتي الانفلاميشن او الفلويد اللي طلعت من الفيتراس دي هتتجمع في ثلاث مناطق. هتتجمع في المكان بتاع الديتاتشمنت اللي هو ده، هتتجمع تحت الريتنا، وهتتجمع برضو فوق الريتنا في المكان ده كده، وكأنه ده كله هيتوصل ببعضه بالمنظر ده. ده الفلويد بيبقى موجود هنا في المكان ده كده. اما كومبليكيشن للبروليفريتيف فيترو ريتينوباسي، يعني عشان نترجمها ونكون فاهمين هي ايه، عباره عن ان انا دلوقتي حاجه طلعت من الفيترس اللي هو الفلويد، الفيترس ده اللي هو عامل عندي الريتينوباسي، اللي عامل عندي مشكله في في الريتنا. طيب الفلويد ده في الاخر هيتحول عندي لممبرين، عشان كده بسميناها بروليفريشن اوف ممبرينز، من الفلويد اللي جه من الفيترس. تمام. فالفلويد ده لما ينشف هيعمل ممبرين يقوم يفصل، يعني يفصل الشبكيه اكتر. يعني عشان كده كومبليكيشن ليه، ايه اهم كومبليكيشن في في الممبرين ده؟ ان انا ممكن دكتور يجي يعمل عمليه الريتنال ديتاتشمنت فيصلح الدنيا وكل حاجه، لكن بينسى ان هو يشيل الفلويد ده، وبالتالي الفلويد ده بعد فتره هيبقى ممبرين، والممبرين يبدا يعمل ايه، يشد تاني على الريتنا يقوم يفصلها، وبالتالي يجي عيان تاني للدكتور يقول له انت عملت لي عمليه والشبكات فصلت تاني. اتاري الدكتور اساسا نسى يشيل الفلويد ده او الممبرين دوت. برضو في الفندس اكزامينشن، يعني الدكتور لما يجي يبص على الفندس او قاع العين هيلاحظ ايه؟ هيلاحظ ريتينال بريك، ريد ديسكونتينيوتي ان ريتينال سيرفيس، وكمان هيلاقي عندي سب ريتينال فلويد ما اكستند تو اورس الريتا، هيعمل عندي ويفي ابييرنس اوف الريتينال سيرفيس. يعني ايه الكلمتين دول؟ دوت الويفي ابييرنس، شايفين هنا الريتنا وهي عماله تطلع لقدام عماله تاخد شكل ايه، الموجه كده، فهو ده الويفي ابييرنس اللي الدكتور هيبص هيشوفه لو جاي يفحص قاع العين. الحاجه الثانيه مكتوب بريد ديسكونتينيوتي اللي هو عدم الاستمرار او عدم تواصل اللون الاحمر مع بعضه في ال في الفندس. يعني بصوا هنا بالمنظر ده، يعني ده في لون احمر ماشي كده، فجاه اللون الاحمر ايه اتغير او بقى لونه حاجه تانية كده، هو اوكي احمر غامق او احمر فاتح بس اللون اتغير. يعني هنا اللون اللي ماشي مع بعضه ما بقاش ماشي مع بعضه، في حاجه فصلته عن بعضها وهو التير او الفلويد اللي متجمع، وده اللي الدكتور هيلاحظه برده. تمام. طيب الدكتور بيفحص الحاله دي ازاي؟ طبعا الكلام ده اخدناه قبل كده. فيها اول حاجه عندنا الاندايركت اوبسالموسكوبي، وطبعا عرفنا اندايركت يعني ايه وليه سميناها اندايركت وايه مميزاتها وايه عيوبها، نرجع نسمعها في الفيديوهات اللي فاتت في نفس الشابتر ده. وفي الست لامب باي ميكروسكوبي برضو شرحناها قبل كده، لكن الجديد هو الالترا سونوجرافي او حاجه بنسميها البي سكان. الترا سونوجرافي كانها بنعمل سونار على العين،
زي السونار بتاع البيبي بالظبط كده اللي بنعمله للبريجننت، بنعمل سونار على العين. ودي صورته لو الناس مش مصدقه او مش متخيلاه، شايفين الصوره دي؟ شايفين يعني هي حاطه هنا الالتراسونوجرافي او الجهاز اللي بيطلع الموجات الصوتيه على العين، وقدامها هنا شاشه بتعرض الاي بول وجواها ايه، بحيث يقدروا يشوفوا ريتنال ديتاتشمنت. يعني حتى هنا ممكن تشوف خط ابيض ده، يعني اي ثينك دوت هو الريتنال ديتاتشمنت اللي حاصل في العين.